السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيمان أرتيزان. كنتمنى تكونوا في أحسن حال. اليوم جيتكم بفيديو جديد. الفيديو تاع اليوم غادي يكون مختلف لأنه غادي يكون عبارة على إعلان. هاد الإعلان غادي يكون على واحد الحدث اللي كيهم جميع المغاربة، وخصوصا المغاربة اللي ساكنين في أمريكا. هاد الحدث غادي يجيب لنا المغرب حتى لعندنا، واللي غادي يكون عبارة عن مهرجان غادي يستمر لمدة 5 أيام. الاسم تاع هاد المهرجان هو The Magic of Morocco. نعم، سحر المغرب. سحر المغرب اللي كيتمثل في الجمال تاع بلادنا والثراء تاع الحضارة والتقاليد ديالنا اللي مترصحة في قلوب جميع المغاربة. هذا المهرجان غادي يستمر لمدة 5 أيام، وذلك من يوم 26 أكتوبر حتى 30 أكتوبر، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء. The Magic of Morocco اسم على مسمى، لأن السحر تاع بلادنا أثر حتى على الأجانب، بحيث كل واحد فينا ملي كيتلاقى مع الناس من بلدان مختلفة كلقاهم أمنية ديالتهم أنهم يزوروا المغرب، أو أنهم حاطين المغرب في القائمة تاع البلدان اللي باغين يزوروها. مهرجان The Magic of Morocco غادي يكون في قلب واشنطن دي سي، وبالضبط في الساحة اللي كتسمى The National Mall in Washington DC، قدام المعلمة اللي كتسمى Washington Monument. هاد المعلمة اللي معروفة في واشنطن دي سي تقدروا تشوفوها من بعيد. مهرجان من تنظيم الأخ حسن السمغوني، The President of Moroccan Premier Interior. المهرجان راه بدا اليوم 26 اكتوبر وغادي يستمر حتى 30 اكتوبر، يعني 5 أيام متواصله. فما تنساوش تجيو وتجيبوا معكم وليداتكم واصدقائكم. الدخول راه مجاني، يعني راه ما كاينش الخلاص. فجيو وجيبوا معكم وليداتكم وخليهم يعيشوا الاجواء ديال المغرب، وحتى نتوما عيشوا الاجواء تاع المغرب. غادي يعجبكم بزاف بزاف، انا متاكده انه غادي يعجبكم، لانه غادي يكون بزاف المفاجات وبزاف الفعاليات. غادي تكون عروض لمنتوجات الصناعه التقليديه، غادي تكون حفل للموسيقى بمشاركه فرق مغربيه، فرقه للغناء الطرب الاندلسي الشعبي، وقناوه مجموعه نسائيه لفن الصحراوي القدره. فما تفوتوش عليكم هذا المهرجان. انا درت هذا الفيديو لان بزاف المرات ملي كنمشي لشي مهرجان او كنمشي لشي ايفنت وقعات، بزاف البنات كيقولوا لي ما كناش عارفين، علاش ما قلتيش لينا، رغم انني كنحط الاعلانات في الصفحه ديالي دائما. لهذا هذه المره قررت انني ندير الاعلان عباره على فيديو. فما تنساوش تجيو وتجيبوا وليداتكم. كما كتلاحظوا المكان ديال المهرجان راه واضح في الساحة اللي قدام المعلمة، هذيك المعلمة طويلة اللي كاينة في القلب ديال واشنطن دي سي. مهم ما تنساوش تجيو وتجيبوا وليداتكم وجيو عيشوا أجواء ديال المغرب. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإلا عجبكم خليو لي لايك وشاركوا في القناة ديالي، وكذلك ديروا شير ديروا شير ديروا شير لهذا الفيديو مع الأصدقاء تاعكم في الفيسبوك وفي الواتساب وحتى في الماسنجر. من اليوم بداو ديروا شير، لان المهرجان غادي يكون لمده 5 ايام، فهو باقي مستمر، واللي ما جاش اليوم يقدر يجي غدا او في نهايه الاسبوع او نهار اثنين. المهم ديروا شير للفيديو باش كلشي الناس يعرفوا، واللي عرف يعرف واحد اخر. خليوا الناس اللي في امريكا كلهم يعرفوا، وكلشي يجي وكلشي يقدر. وما تفوتوش عليكم هذا المهرجان، لانه عن جد عن جد عن جد غادي يكون رائع جدا جدا جدا. وشكرا بزاف للتتبع ديالكم. نخليكم دابا مع اللحظات ديال التجهيز للمهرجان. دابا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم، وكنتمنى تكون المعلومة وصلتكم بالنسبة للناس اللي ساكنين في أمريكا. ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم التشجيعية، وتخليو لي اللايك ديالكم، وشيريو ديروا شاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في الواتساب وفي الفيسبوك. وشكرا جزيلا للتتبع ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.